بمدينة خريبكا للمشاركة في المسابقة الرسمية. معكم من مدينة طنجة المغرب فرقة الورود. Ce numéro, nous vous demandons le silence le plus complet. Merci.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la suite de ce numéro, nous vous demandons le silence le plus complet. Merci. بكم معنا على دوزام ليلة ليلة السبت وكنتسناوها بفارغ الصبر باش نجمعوا مع الحباب والعائلة وندوزوا وقيته زوينة. حنا فكرنا في هذه اللمة وجمعنا لكم فيها من كل فن طرف، الغناء، الضحك، الفرجة ومفاجآت كثيرة. خليكم معنا حيت الليلة ليلتنا والسهرة سهرتنا والليلة سهرتنا. يلا نخليونا في هذا الجو هذا نستقبلوا واحد الموهبة في واحد الفن جميل بزاف وفيه الفرجة. تحت صفيقاتكم نستقبلوا سعيد زاغو والفريق ديالو. We'll be right back.
زاغو وليداتو يعقوب وسلمان تحت صفيقاتكم وستاند انوفيشن من الجمهور ومن ضيوف اللي حاضرين معنا. اجيو 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 حدايا، مرحبا بكم وعليكم السلام. تصفيقات مرة أخرى على سعيد زاغو وعلى سلمان ويعقوب، تبارك الله عليكم. أنا تنشوف من قبيلة الجمهور والضيوف اللي حاضرين معايا كيشوفوا وخا هكاك خايفين شي شويه، لان هادشي اللي كديروا فيه خطوره بزاف. تبارك الله عليكم. سعيد انا عارفكم، يعني ما شاء الله دابا حضيتوا بشهره ماشي غير في المغرب حتى خارج الوطن. جيتوا من جوله مؤخرا في تركيا اللي جلتوا فيها 25 مدينه. تكلمنا شي شويه على الفريق ديالكم وعلى هاد الجوله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا للجمهور. المهم الجمهور المغربي كامل، كنشكروا الضيوف ديالنا وكنشكروا بزاف الناس اللي عطاو فتحوا لنا واحد المجال لهذه الرياضه هذه. بالنسبه للاحساس ديالي اختي الصراحه الله مع الوليدات ديالي ما حصروا مصافي بحال اللي كنقولوا في الطنجاويه. سعيد كتخونوا الكلمات باش يعبر على داكشي اللي تيحس به. اكيد كتحس بالفخر وليداتك حداك وتبارك الله كيأديو اداء جميل. هادشي انا عارفه باللي كيحتاج تدريبات كثيره، وما تفوتنيش الفرصه لانه المدرب ديالكم هو مفخره للمغرب. هو حاضر معنا في الكواليس ما بغاش يطلع، ولكن ما يمكنش يكون معنا ويحضر وما يكونش حاضر معنا فوق الخشبه. كنتكلم على مصطفى دانجر ولا دانجي، غادي نطلب منه يلتحق بنا هنايا في الخشبه. هو حاصل على رقم قياسي في المشي فوق الحبل في العلو وفي الطول، مسجل لحد الساعه باسمه في موسوعه غينيس. من بين الحويجات اللي حقق هو انه قطع ستاد برنابيو بمدريد كله. تبارك الله عليك، اجي خليك حدايا مصطفى، مرحبا بك. ما يمكنش تكون معنا وما تبانش وما يشوفش الجمهور المغربي. الله يعطيك الصحة على كل الإنجازات اللي حققتي، تكلم لنا شي شوية عليها، هما الناس يشوفوا شي شوية بعض الصور. شكرا، بارك الله فيك. نهار كبير هذا في حق الله، لاج مراد هذا الركور غينيس وهذه الأشياء اللي حققتهم في حق الله. أنا جيت هنايا اليوم ندعم ورود طنجة وسعيد أخو الصديق من الصغر. الهدف ديالنا هو في حق الله ندعموا هذا الشباب يكونوا ابطال المغاربه، ابطال المستقبل. وكاينين بزاف ديال الاصدقاء في جميع انحاء العالم، ماشي معروفين في المغرب، ولكن ان شاء الله يكونوا معروفين مع المده. تبارك الله عليك، انت وصلتي لذاك الشيء اللي كتمناه وكتطمح انه الموهبه ديالك يعني تزيد تلقنها لهاد الوليدات وتا هما يوصلوا لذاك الشيء اللي وصلتي ليه. كنشوفوا واحد الصوره هنايا ديالك مع عروستك، هادي طلب زواج وزواج من نوع خاص، طلبتيها في السماء. كنا باغيين نعملوا شي حاجة فريدة من نوعها للجوزة، وهي من روسيا ماشي مغربية، كتخدم معايا في الحبل 12 سنة، خدمت معايا في لاس فيغاس في أمريكا في جميع أنحاء العالم، وكنت باغي نعمل شي حاجة شي مفاجأة تكون ما كان حتى واحد دايرها قبل. وطاحت لي فكرة نتزوج فوق الحبل 12 متر للأرض، ونجحت والحمد لله. تبارك الله عليكم، كنتمنوا لكم التوفيق، كنتمنوا لك السعاده ايضا في حياتك الزوجيه، وان شاء الله الله يخليكم دائما الفوق الفوق كيف تنقولوا. تبارك الله عليكم، شكرا على حضوركم معنا، وتحيه مره اخرى لزاغو الفريق ديالو لوليداتو يعقوب وسلمان. ما شاء الله سلمى كانت متبعه الشو وقابطه قلبها ومخلوعه. ياك ما تفكرتي يا نيس؟ وي، وليت كنخاف على الدراري الصغار كاملين بصراحه، خصوصا ملي وليت ام. تبارك الله عليهم، واعرين بزاف، وحنا حنا عارفين ومتاكدين من المواهب المغربيه، سواء في الغناء ولا في التمثيل ولا كيف ما كنشوفوا دابا ولا في الكوميديا. لا ما شاء الله عليهم متألقين، ومن طبيعة الحال اللي كيشرف على تدريبهم متألق أيضا حتى هو مصطفى دانجر. وعجبتني الفكرة كيفاش طلب الزوجة ديالو. ياك فكرة زوينة بزاف ما شاء الله. هو كيف قلت لكم حالي هذا دليل على أن الرجل المغربي رومانسي. لا لا احنا كنعرفوا طبيعة الحال، خاصو غير الفرصة. كاينة ولا ما كايناش؟ احنا كنعرفوا غير عرس فوق السطوح. ياك فوق الحبل عمري ما شفت. علاش لا في عوض العماريه نقلبوها حبل. القضيه باش طلع الوليد صغير فوق منه تنديرها العبيد نورمال هذا. ملي تنبغي نفرح به زعما عندي ماشي ولا باش تجبدوا شي حاجه من البلاكار ولا شي حاجه انا ما تنوصلش دونك ضروري خصي يعاون. الله يعطيكم الصحه. ولكن برافو عليهم فغيمون هذا الشيء اللي وراو دابا، ما كرهتش تكون المسانده فغيمون سيريوزمون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد. وهذا دي شو للجمهور
يمشي يحضر لهم. هما ما شاء الله كيقدموا دي شو في العالم، ما كرهناهمش يجيو للمغرب. هذه عطينا يعني عطينا فكره بسيطه على داكشي اللي تيقدموه، وما كرهناش ان شاء الله نشوفوهم ايضا في المغرب في قاعات ويديروا لنا دي شو كبار ان شاء الله. من عروسة الشمال أتونا اليوم لكي يشاركون هذه الفرحة، شاهدناهم في عدة برامج تلفزية، شاهدناهم في الكثير من البرامج العالمية، هم الآن حطوا الرحال بمدينة خريبكا للمشاركة في المسابقة الرسمية. معكم من مدينة طنجة المغرب فرقة الورود. Oh!
تنزلوا بالبيكالي. شحال كنزلوا بالبيكالي انا؟ لا شوف دابا هبطوا حتى الارض، ما راه جلس معتي تيس طن في الارض. بارك عليكم، ما تبقاش تزيد تهز فيه بزاف دابا. لا غير شي ميكرو. على حسب براند المشروع. على حسب براند. رايح. يا خيال يلا انا لقيت اديني انا لقيت اديني وصاي اي سي راه اختي تسرى نمشي الله دياني في الشهر. والله. تبارك الله.
We'll be right back.
Depois retornaram com o rei para a floresta sagrada, onde comeram a massa de inhame bem passada. I know you love me like French toast. Pacific coast moving in the drop ghost. You put your makeup on, I gotta drive slow. I know this life I'm living left you heartbroken. Also, mind over matter, I paid them no mind and you all that matter. I messed up, I had you, let's meet on a Saturday. Forget what they had to say. I gave you my heart like an organ donor. And all you left me with is your Chanel aroma. It's hell without you, I wish I cloned you. I'm contemplating whether if I should fuck. We'll be right back.
Then I was born, now we touring Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about some of the family. Actually, we can talk about the... أضائي الجميل دائما نقبل الأبطال هنيئا لهذا الملتقى. بريق علمكم الآية، بريق علمكم الآية، وما فعلتم بمشاعرنا إداية. هنيئا للأبطال. كان واحد من صداق دخل اليوتيوب لا كيف اليوتيوب بطاجمون بطاجمون قال كوب لي ما عندكم شي يكون نفسي ولي بطاجي صاحبي هذا المتلاج نستخدم اليوتيوب نسلو بطاجة وطاجة يسكر تستحقون باش نكونوا حنا لي فان ديالكم تستحقون الله يخليكم بعيد عن اللغة الله يخليكم الله يحميكم الوليد إلى بيوتي وديروا فرقات الآن أيها الحضور الكرام، الآن شاقت الألف وشاقت الحاء وشاقت الباء وصارت أحبك أيتها الأم في كل مكان فتية يامعة أيتها الجدة هنيئا لك هذا من جدة باسم الجمعية ثم تذكر ثم تذكر